صاحبة السمو الملكي الإخوة الحضور الكرام، وأما عن مشاركتي التي أتشرف بها أمامكم في كل عام فهي قصيدة أرد بها على شاعر يمني يمدح فيها الأردن بقصيدة نبطية يحذر فيها من نار الفتنة وأن ننظر لما أصاب الشعوب من نارها، والتي سأذكر بعضا من أبياته ومما قاله، ومن ثم سأرد عليه بقصيدة من باب رد المعروف بالمعروف، فتمنوا لي التوفيق. يقول الشاعر اليمني: والله إني ما مدحت أحد ولا نلتني ذي دور من وراء شعري مكاسب قرشها، وما كتبت أبيات في حاكم ولا نعتني بالمناصب والذهب والمال مهما كرشها، وصل أبياتي وفخري للمليك الأردني والنعم بالمملكة اللي تتوج عرشها، حكمتك يا أبو حسين في حكم شعبك شدني أمدحك، ما هو طمع منصب ولا في قرشها، يكفي إن الأردن في عهدي حكمك منحني والمقيم في دولتك في أمن يوم خشها، يا سلامي لك وللأردن مخصص معتني، يا سلامي خاص للشعب العظيم وجيشها، اليمن هو موطني والأردن أيضا موطني، والله إنه لو للرجول عين كنتم رمشها، من غراكم أمنكم وأعراضكم تهمني، جيت ناصح من بلد راحت وروح جيشها. إلى قصيدتي والرد على هذا الشاعر. رديت من شعر أبيات للشاعر اليمني: تكفى يا ابن اليمن وانت منهلها، ضد الشعر بس شعر وحب اليمن ساقني، دعوة للرب الكريم سلامي عم أحوالها، وزيدي من الشعر بيته لو عندك زيدني، بالحب تعود اليمن نرتوي من دلالها. هذا بشاعر اليمن وبالنصيحة ودني وعذري بذكر المليك الأردني عطلالها، صقر من صقور الحسين عبد الله ما ينحني غير لله والوطن ما تنثني رجالها. عديت من صدق القول للمليك الأردني طيب النية بطونة والحقيقة صبتها، صاحب عالي الصوت وأبد ما غشني قال الحق بعبد الله أبو حسين رسمالها، هاجسي من هوجاسك يا رفيقي خلني، رحمتك يا رب الكون تحمي اليمن وهلها. وعلى قولك يا الشاعر ماني طماع ودني ولا بخاطري مناصب والدار بظلها، ندر الغيرة عندكم ومن الفتنة حذرتني وندري بعمق جراحها ويا مصعب حلها، لا تحلل ولا تحرم بين عسكري ومدني، حتى الطفولة مكان ضالت مرة واليا، والحذر من الفتنة يا أخوي واجب وطني، العقل زينة البشر لزوم الفتنة قتلها، فتنة لو صابت لوطان تهزك وتهزني تنخر بعظام الوطن وللأعاد إغلالها، نصبر عوجاع الوطن لو الجوع ذلني، بلادي عزوة وسند لا من ينصب دارها، والمعذرة من قول الأردن أول لثاني محوطة بزنود رجال ومن تثقل حملها، واختم كلامي للزين الحر النشمي اليمني: تكفى يا ابن اليمن تال أشعاري